إذا للوقوف عند ظاهرة عمالة الأطفال في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أستاذ ضياء مرحبا بكم. يعني لنأخذ ما ذكرته مفوضية حقوق الإنسان في العراق، تقول إن أكثر من 700,000 طفل يعملون في العراق، ولكن إلى أي مدى يعارض هذا الواقع الذي يعيشه أطفال العراق يعارض المواثيق التي وقع عليها العراق أستاذ ضياء؟ السلام عليكم. عليكم السلام جميع. يعني حقيقة الأمر هو واضح لكل الناس، لكل من يعمل بهذه المؤسسات الإنسانية والحقوقية. سبب أنه عدم عناية الحكومة بالأطفال ورعاية الأطفال، لأنه هو هذا الأمر متعلق بالحالة الاجتماعية، بالحالة الاقتصادية، بالبطالة الموجودة في العراق. ليست الأمر مختص فقط على الطفل، وإنما بصيغة خاصة مختص بالعائلة. العائلة الموجودة بالعراق لا تلاحظ أي اهتمام من قبل الحكومة العراقية. الاهتمام الحكومة العراقية من 2003 ولحد هذا اليوم، يعني احنا نعرف هذا المتضاربات السياسيه بيناتهم هذه الاحزاب الطائفيه بكل اطرافها، هي يعني تلجا لهذا الطريق، وهو لا تهتم بالمواطن العراقي. حقيقه لا توجد اهتمام من قبل الحكومه العراقيه والحكومات المتعاقبه بالأمور الطفل العراقي وبأمور العائلة العراقية وبالحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية التي يعانيها العراق. العراق من أغلى بلدان العالم، ولكن في الحقيقة الأمر هو من أفقر البلدان العالم، لأنه ثلث الأطفال الموجودين هم تحت خط الفقر بالوقت الحاضر، يعملون في وتركوا المدارس. هذا الأمر صعب جداً حتى إعادة للمجتمع، لأن إعادة هذه الطبقة للمجتمع يعني ذولا ثروة وطنية العراق مستغني عنها أو متقصد فيها. وهذه حتى لا نغادر هذه النقطة، هل الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة خاصة بعد عام 2003 يعني لعبت دورا فعالا في واقع أطفال العراق أستاذ ضياء؟ نعم بالتأكيد، لأنه هذا الأمر لتغذية طبقة كبيرة من المجتمع العراقي، تغييبها عن الحالة السياسية وعن الحالة التي تؤثر بالمجتمع. هذه هي أهم ما أقامت بها الأحزاب. بدت الشعوذة وبدت النفور وبدأ كل شيء هو مخالف لحقوق الإنسان، مخالف لكل القوانين المتعارف عنها، لأنه هذا التخلف المجتمع الموجود بالوقت الحاضر هم بنوع من هذه، لأنه الذي أتى بهم لهذه المكانة هذه المجموعة الحكومة بكل أطرافها، لا أبرأ أي طرف من عندها، بكل أطرافها لا يوجد من عندهم بريء. هم قالوا لهم أنتم أعملوا، اسرقوا، اقتلوا، بس المهم سوونا كل 4 سنوات انتخابات. هذا الأمر الذي طلبوه أسيادهم منهم. ليس إلا أستاذ ضياء، كما تعرفون هناك فئات واسعة من الأطفال في العراق بلا حماية أو حتى بلا حقوق، هل هذا يؤشر بأن أطفال العراق خارج نطاق تفكير الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003؟ هذا دليل واضح على أن الحكومة غير مهتمة بهذه الوضعية، بهؤلاء الشريحة الكبيرة من المجتمع العراقي. نعم. يعني هذا دليل واضح على أن الحكومة ليس لها الرغبة أو النية لإعادة هذا اللحمة الاجتماعية الموجودة، لإعادة العائلة للعائلة، لإعادة الاقتصاد العراقي إلى أبناء العراق. بالوقت الحاضر العراق يسرق من جميع الجهات ومن عندهم أيضا. يعني إحنا ملتهين إيش وقت التيار طلع ولا التيار خرج والشعب منتهي. هاي صارنا راح يصير سنة كاملة احنا رايحين للبرلمان ونطب البرلمان ونخرب ونقعد هناك نوزع شاي وكعك وما اعرف شنو وبعدين نطلع. يعني هي هاي وضعيه سياسيه؟ هذه ليست بوضعيه سياسيه، هذه انتهاكات لحقوق الانسان باكملها. استاذ ضياء، هنا في لو تحدثنا عن الحلول، ما هو الواجب لتحقيق موضوع الاستقرار ومنع عماله الاطفال في العراق؟ ما هو المطلوب تحديدا؟ حقيقة المطلوب تحديدا أنه تأتي
مؤسسات غير هذه المؤسسات، لأن هذه المؤسسات من وزاراتها ورؤسائها وكل ما يحملون ومن برلمانها هم غير معنيين بلحمة المجتمع العراقي. هذه الحالة ليست حالة يعني طارئة، وإنما حالة متراكمة من 2003 ولحد هذا اليوم. هذه الحالة ليست حالة طارئة، العمالة الموجودة عمالة الأطفال، السبب هو السبب الاقتصادي، السبب هو السبب الاجتماعي، السبب المناحرات السياسية الموجودة بين الأحزاب السياسية المتناحرة. الأحزاب السياسية المتناحرة هي هذه وصلت العراق لهذا الحال. عبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكم.